من خلال المشاركة في الحوار الوطني، النقط اللي احنا عاوزين نغيرها في القانون الحالي بمنتهى الوضوح والدقة، النقط اللي عايزين نغيرها من خلال المشاركة في الحوار الوطني، من خلال مشاركتك في الحوار الوطني احنا وصلنا لإيه؟ طيب خلينا نقول انه للأسف الشديد احنا بناخد الحاجات بالجزء. بمعنى ايه بالجزء؟ بمعنى ان احنا عندنا أزمة كبيرة جدا اسمها الولاية حقي. الولاية من بابه كده، من اول ان انا النهارده عندي طفل، انا اللي فاتحه بطني وانا اللي شايله وانا اللي برضع وانا كذا وكذا، ما اقدرش اروح افتح له دفتر توفير واتعامل عليه. يعني ايه اتعامل عليه؟ يعني احط فلوس بس ما اسحبش مثلا، دي حاجه من الحاجات. ما اقدرش ان انا انقله من مدرسه لمدرسه الا لو عملت ولايه تعليميه. صحيح. ولازم اقول الاسباب، انا ليه عايزه ولايه تعليميه اصلا؟ ليه عايزه احافظ على ورق بنتي او ابني؟ في حين ان انا اللي بشيل وبربي وبرضع وبهنن وبكبر وبعمل كل حاجه في الدنيا. فكره الانتقاص من قدر المراه المصريه ومكانتها حين التعامل مع القانون او بشكل رسمي، دي مأساة احنا عايشينها على ارض الواقع. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الست المصريه تدير كل حاجه في بيتها، لكن تعالى بقى اتعامل مع اي مؤسسه حكوميه، تعالى اتعامل بشكل رسمي او بشكل ورقي، يقول لك لا حضرتك اقف، فين الاب؟ الاب مش موجود. طب فين العم؟ طب فين العمه؟ هي اخر واحده، واخد بالك ازاي؟ هي اخر واحده. الحقيقه ده يعني حاجه يعني موجعه بقى، يعني بالامانه هي حاجه موجعه لنا جميعا كمجتمع بالمناسبه، يعني خاصه وانه هذه التعديلات اللي احنا بنتكلم فيها النهارده في ناس جيراننا والله عملوها. يعني لا ليها علاقه بفكره التشدق بالاسلام ولا بالشريعه الاسلاميه ولا بالكلام ده خالص، يعني ده تفسيرهم هم لنصوص الشريعه الاسلاميه، لكن نصوص الشريعه الاسلاميه حينما تكون مصلحه الناس ثم شرع الله. ففي النهايه انا لما اكون ام بربي ابني ومثلا المفروض يطلع بطوله بره مصر وانا مختلفه مع الاب، يمنعوني من السفر. طب تعالي انت بقى اقفي على دماغك عشان تطلعي ابنك يتعالج ولا يشارك في بطوله باسم مصر ولا يكون واخد منحه دراسيه. مفيش، مش هيحصل. ليه؟ لانه الاب مانع، لانه الاب عنده مقايضه ضد الام. لا، ده الواقع اللي احنا بنعانيه. طيب.